يعلو صوت أناشيد أيوب في شوارع تعز، فيتردد صداه في وجدان وأفئدة رجال المقاومة والناس. هذا الرجل لم تمنعه مظاهر تعب البادية عليه ليرقص بأقدامه العارية وهو يشرع يديه في عنان السماء. ترتفع سواعد العزم من رجال المقاومة في سكناتهم وفي محارب الحرية. تعز لا تبدو اليوم بخير، فمنذ دخول الميليشيا إليها وهي تعاني من حصار خانق منع عنها دخول المشتقات النفطية والغذائية والأدوية. الميليشيا التي تتمركز على مرتفعات وتلال المدينة لم تألو جهدا منذ أكثر من 4 أشهر في تدمير البنية التحتية وتشريد جل سكانها، فقد قصفت محطة الكهرباء وقطعت خطوط الهاتف الثابت والإنترنت عبر قصف السنترال المركزي، ناهيك عن الأحياء التي طالها الدمار. المؤتمر اليوم سيتركز على محاور 4. المحور الأول إحصائية عدد القتلى والضحايا من المدنسين من واقع حركة المستشفيات خلال شهر يوليو 2015. الرصد الذي قامت به شبكة الراصدين المحليين لشهر يوليو الماضي وثق استشهاد 24 طفلا و10 نساء و59 رجل، فيما بلغت حالات الجرحى من الأطفال 124 طفلا و92 امرأة و811 رجل، ووصلت عدد الحالات الحرجة والإعاقات الدائمة إلى 155 حالة، أغلب الضحايا قضوا قنصا وبالقذائف. إحصائية شبكة الراصدين شملت 4 مستشفيات فقط، فيما لم تتمكن من الوصول لبقية المستشفيات والأحياء بسبب خطورة مواقعها وإطلالها على أماكن القصف والقنص المستمر، أمر ترتفع معه الاحتمالات أن الرقم الحقيقي للضحايا المدنيين في تعز أكبر من الرقم المعلن. ومحافظة تعز وهي الأعلى في عدد السكان بالإضافة إلى فائض النازحين إليها من كل المحافظات تعيش حالة إنسانية بالغة الصعوبة، فاقمها الحصار المضروب عليها وتفشي حمى الضنك وغيرها من الأمراض. تعز هذه الحالمة التي تسترخي في حضن جبل صبر المشقر بالغيوم تبدو اليوم بحاجة إلى الحرية والإغاثة أكثر من أي وقت مضى لتستعيد عافيتها.